25 من أكتوبر. في مثل هذا اليوم من عام 1952، لبنان يفوز بعضوية مجلس الأمن الدولي. وفي عام 1958، القوات الأمريكية تنسحب من لبنان. في عام 1971، في مثل هذا اليوم، الأمم المتحدة تضم الصين الشعبية لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وتطرد تايوان. وفي عام 1998، في ذات اليوم، إطلاق مياه نهر النيل عبر ترعة السلام في إطار مشروع تنمية سيناء. في عام 2001، في مثل هذا اليوم، إطلاق ويندوز إكس بي رسميا. وفي عام 2012، في مثل هذا اليوم، شركة مايكروسوفت تحتفل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة بمناسبة الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل ويندوز 8 الجديد.